تحت الضغط. بسملة وأحمد، أحمد وبسملة. أحمد هتروح تسمع أغنية وترجع لها تاني، بسملة تعالي مكاني. بسملة، حد يدربك على تحت الضغط؟ لا خالص، تلاقيش الأسئلة مش صعبة. اتفقنا؟ نطمن على أحمد. أحمد تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة تقع مدينة مكسيكو سيتي؟ أمريكا. غلط. من هو قائد المسلمين في معركة اليرموك؟ خالد بن الوليد. صح. ما هو حاصل ضرب 7 في 11؟ 77. صح. ما هي عاصمة دولة السودان؟ خرطوم. صح. من هو الأديب المصري الراحل مؤلف رواية الحرافيش؟ طه حسين. غلط. ما هي الرياضة التي تحترفها البطلة المصرية نوران جوهر؟ كاراتيه. غلط. من قام بدور سمير في فيلم سمير أبو النيل؟ أحمد مكي. صح. كم عدد قلوب الأخطبوط؟ 3. صح. ما هو أول بنك قام بطباعة الجنيه الورقي المصري عام 1899؟ بنك المصري. غلط. من هو الفنان الراحل صاحب أغنية ملحقتش؟ بجد؟ قلت خمسة؟ بصي بصي، كان ممكن يبقوا 6. ليه؟ لأن أنت قلتي البنك المصري. الأهلي هو اسمه البنك الأهلي المصري. رجع مكانك، اتفضلي. أيوة صح. كويس، مش وحش، ولكن أقول لك حاجة؟ لا نجيب محفوظ. أيوة بالظبط كده، يعني شايفة؟ كان ممكن تجاوب أحسن من كده. يا رب. سليم، عايزين أحمد ينضم لينا، يعني كان ممكن تعملي سؤالين كمان، تخيلي بقى. بس كويس مش وحش. أحمد، أنا قلت 9 أسئلة من 10، اتفضل مكاني. عايز تعرف بسملة عملت إيه ولا لأ؟ غالباً 5، لأن أنا شفتهم كتير بيعملوا كده. الأسئلة مش صعبة، وبسملة معاها 5 إجابات صح من 9. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة تقع مدينة مكسيكو سيتي؟ مكسيك. صح. من هو قائد المسلمين في معركة اليرموك عام 15 هجرياً؟ باص. ما هو حاصل ضرب 7 في 11؟ 77. صح. ما عاصمة دولة السودان؟ خرطوم. صح. من هو الأديب المصري الراحل مؤلف رواية الحرافيش؟ نجيب محفوظ. صح. ما الرياضة التي تحترفها البطلة المصرية نوران جوهر؟ كاراتيه. غلط. من قام بدور سمير في فيلم سمير أبو النيل؟ حسن حسني. غلط. كم عدد قلوب الأخطبوط؟ 3. صح. ما أول بنك قام بطباعة الجنيه الورقي المصري عام 1899؟ بنك الأهلي. صح. من هو الفنان الراحل صاحب أغنية وحياة قلبي وأفراحه؟ عبد الحليم حافظ. صح، ولكن الوقت كان خلص للأسف الشديد. على مكان 6 إجابات صح من 10، كان ممكن يبقوا 7 لو سؤال التاريخ كان المفروض أفكر فيه، بس يعني أنا ما قلت ما أفكرش فيه وأقوله أعمل باص عشان ما أضيعش حاجة. طبعاً وحياة قلبي وأفراحه عبد الحليم حافظ، جاوبته صح بعد الوقت. والسؤال الوحيد اللي ما تجاوبش نوران جوهر. سكواش. انتوا الاثنين قلتوا كاراتيه، وطبعا هي بطلة مصرية عظيمة في رياضة السكواش، وفرصة ان احنا نحييها، نحيي البطلة المصرية نوران جوهر. طبعا احمد وبسملة، بسملة واحمد اتفضلوا. طبعا النتيجة اتغيرت. احمد كنتوا كام؟ 25. 6 إجابات صح و10 نقط هدية، بقيتوا 65. بسملة مالك زعلانة؟ أنا عارف في حاجات كانت تتجاوب كتير. عيلة الأباني كنتوا كام؟ 60. 60. 5 إجابات صح، بقيتوا 85. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.